التمرين الثالث هو تمرين الريشة الخماسية، عبارة عن الريشة بتبقى 8 7 8 7 8، وكل مرة برضو دي الوحدة بتاعت الريشة بتتعاد بنفس الشكل ده. يعني بنبدأ 8 7 8 7 8 8 7 8 7 8 8 7 8 7 8، كل مرة برضو بنعد 4 عدات، يعني 1 2 3 4 1، نزود نص هنا كروماتيك، 2 3 4، كل مرة بنزود نص هنا. أنا مش عايز بس أطول في مدة الفيديو. بعد كده قدام شوية، التمرين ده مهم جدا في الفرداش، لأن هو بيخلي الفرداش قوي بتاعنا والريش واضحة بتاعته. بس بعد ما نكون عليه ببطء فترة كبيرة بنبتدي نسرع شوية بشوية، لحد يعني مثلا بعد فترة ممكن نعمله لحد ما نقدر نقوله بشكل كويس بسرعة جدا. يعني بعد ما بيبقى بنبقى اتمرن عليه ببطء فترة علشان نفضل محافظين على وضوح النغمات الخمس ريش نفسها كلها. بس بعد كده مع الوقت بيبقى ده مهم جدا في الفرداش.